لي الجزء الثاني بارت 2، انا اتكلمت على ممكن الناس تتخيلها ان هي حاجات نظريه زي الضغط الداخلي. انا قلت 5 ما يزيدش عن 25 اي تي ام. الموضوع مش نظري، لا بالعكس الموضوع مؤثر جدا. وفي حاجة تانية، في حاجة تانية برضه لازم تاخدوا بالكم منها، ال تشارجينج و ال تشارجينج لما بنزل عن درجة حرارة عالية. أولا بداية التحميص بيتم في درجة في بيئة درجة حرارة عالية، بتدي لي حاجة اسمها ثيرمال مومنتم، يعني زي السبرينج، زي لما بكون واقف في راكب اتوبيس وواقف في الباص بيقف فجأة، فأنا بتحرك بالكسور الذاتي. برضو درجات الحرارة، أنا حمصت عن درجات حرارة عالية فالمحتوى الحراري ده بيتنقل معايا. يعني أنا كده لو أنا مش مظبط التشارجنج كل المراحل دي بتبقى متلخبطة. نزلت عند تشارج عالي أو تشارج واطي، تشارج واطي بيديلي حاجة اسمها فلات روستنج. ممكن ما يبقاش فيه حرق، لكن عملية التحميص سيمبل، يعني ما فيش فيها أي، بسيط جدا من الأروما والفليفر، ممكن تلاقيها بس يعني لون، يعني عملية التحميص بتتم على أساس اللون فقط. لكن لو أنا عملت التشارجنج على درجة حرارة مناسبة جدا فالمحتوى الحراري ده بيمشي معايا في كل المراحل. ده الثيرمال مومنتوم. مهم جدا، شايفين ده؟ شايفين كده؟ شايفين ده؟ ده التيرنينج بوينت، وهنا مثلا الدراي بوينت. احنا قلنا هنا يفضل ان انا مستوى الفلو يبقى مظبوط، مش عالي مش واطي. بعد التيرنينج، في المنطقه دي علي شويه، لان خلاص هتبدا الحبه البيلينج اللي حواليها والقشره اللي حواليها تحاول تطلع، فانا لازم اسحب البيلينج ده بره. في المرحله دي لازم احاول اخلي عمليه السكشن اعلى والار بي ام يكون اعلى، على اساس ان انا اتنقل من الدراي من التيرنينج بوينت للدراي بشكل سريع. هنتكلم شوية عن الماكينات، يعني حاول يعني الموضوع ده نحاول نفهمه كويس. أنا ممكن أراجع شوية عن اللي أنا قلته في البروفايل. ممكن الناس أصلا ما بتشوفش البروفايل، بس لازم تبقى عارفة إن أنا لازم أظبط التشارجنج، لازم أظبط الفلو في المنطقة اللي هي من التشارجنج للتيرنج الفلو والآر بي إم، دي لازم تتعمل. هنفترض إن في ناس عندها ماكينات اللي هما الماكينات التراديشن او البلدي. مشكله الماكينات البلدي ان معمول لها كاستمايزيشن، يعني الار بي ام دوران الدرام ثابت، السكشن ثابت، فانا كل مراحل التحميص بتتم في دوران ثابت، سكشن ثابت، كل حاجه ثابته. عشان كده عمليه التحميص بتبقى سيمبل او فلات. فلات روستنج، انا اقدر احصل على عربي فاتحه، اقدر احصل على غامقه شويه، اقدر احصل على تركيش، اقدر اغمقها شويه، كل ده دي درجات لون. ممكن يكون شويه لو الماكينه مظبطه شويه، ممكن يكون شويه عمليه الفليفر او الفليفر الموجود معقوله، بس مش هتديني اللي احنا بنتكلم عليه. لكن الماكينات المتطوره لازم التشارجنج، لازم احدد الفلو، لازم اعمل تحديد للار بي ام في المراحل دي، في المرحله اللي هي من التشارجنج للترمين يفضل ان هي تبقى واطيه شويه. الار بي ام معروف، الار بي ام ده بالدراسه معروف، كل باتش ليها ار بي ام. في حاجه انا ممكن هتاخد مني كمية شرح كبيرة،
بس انا هقولها، لو حد شغال على البروفايل وبيلاقي الار او ار بيعمل كده، دي بيحصل رايز، يعني الار او ام الار او ار ار او ار ريت اوف رايز فجأة بيزيد، وبعدين فجأة بيعمل كراش، وبعدين بيعمل فليك. دي الظاهرة اللي بنسميها كراش اند فليك. طبعا ده في عملية التحميص دي أمور سيئة، يعني لما بعمل كراش أنا بيحصل داخلي حاجة ما يسمى بالأندر روستنج. لما بعمل فليك يبقى اوفر روستنج. انا لازم وهشرح بعد كده ازاي اقدر اتغلب على الكراش والفليك. انا مبدئيا للناس اللي بتتكلم على المحامص البلدي، في شويه امور ممكن تعملها شويه تبقى عارف انت بتعمل ايه. اولا لازم تحط ما يسمى بالبريشر جيج، بريشر جيج ميتر يقيس لي البريشر، بحيث ان انا ابقى عارف في كل مرحله الضغط قد ايه. ليه بقى؟ لان انا قلت ان انا المفروض الحبه الضغط اللي حوالين الحبه اظبطه بحيث ان انا اسمح للحبه تطلع بخار الميه وما ازودش الضغط الداخلي عشان يحصل العمليات الكيميائيه بشكل او التفاعلات الكيميائيه بشكل. يبقى انا مبدئيا عشان ابدا اطور شويه في المحامص البلدي لازم احط ما يسمى بالبريشر جيج. لو المحمص بلدي ومعمول من ورا بولي 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 وانا حسيت ان دوران المحمص بطيء، يبقى انا لازم احسب تاني الديامتر بتاع البولي عشان انا ازود سرعة الدرام تاني. بالنسبة للسكشن صعب، لان السكشن عشان ازود السرعة لازم احط موتور وكنترول يونت او في اف دي. فاللي انا اقدر اعمله في الامكانيات البسيطة المتاحة للمحامص البلدي ان انا احط بريشر جيج، وان انا اقدر اظبط سرعة الدرام كده شوية أقدر أحصل على عمليات تحميص معقولة من المحامص البلدي، يعني فيها شوية شغل، فيها شوية فليفر، فيها أروم. إن شاء الله المرحلة الجاية أنا هتكلم، طبعا أنا اتكلمت النهاردة من التشارج للتير. لازم تحدد التشارج على حسب الحبة، لازم المرحلة دي يتحدد لها السكشن ويتحدد الدوران بتاع دوران الموتور دوران الدرام او الار بي ام بتاع الدرام. وعرفنا، ودي مهمه جدا للناس اللي شغاله في التحميص، يعرف ان الكيرف ده المنطقه دي مش القياس الفعلي للبينز. القياس الفعلي للبينز كده، الار او ار طبعا بيبقى بالماينس في النزول ده، فاحنا هنحسبه من هيتحسب لك من البوزيتيف. مهم جدا الار او ار، اللي بيحدد لي الار او ار واللي اقدر احدد عن طريق الار او ار ان انا اقدر الهيتنج سورس اتحكم فيه، السكشن اتحكم فيه، الدوران بتاع الدرام